طيب حضرتك برضو يعني اشتغلت في مصر في العمل الحكومي، ولكن ما زلت لك اهتمامات أخرى يعني. وقلت برضو كلمة الحقيقة غريبة شوية، قلت إنه العمل الحكومي مش هو السبيل الوحيد لخدمة البلد. ده صحيح. أنا بعتبر إنه من حظي إني جات لي فرصة إني أشتغل في العمل الحكومي تقريبا 15 سنة على بعض، ومعتبر نفسي محظوظ لأني كنت في أماكن مهمة ومؤثرة وكان متاح لها التأثير كمان. والحاجات دي على فكرة بتيجي دايما بشيء من الصدف. يعني أنا بداية علاقتي بالموضوع كله كنت راجع من إنجلترا بعد دراسة الدكتوراه وبشتغل محامي، التقيت بأحد أساتذتي البفخر بالعمل معاهم الدكتور يوسف بطرس غالي في مؤتمر، قال لي أنا محتاجك تبقى مستشاري قانوني لمدة سنة، تدي البلد حاجة لمدة سنة ويرجع المحاماة بعد كده. فالسنة طبعا تحولت إلى 15 سنة في الشغل الحكومي، مش معاه كلهم صحيح، لكن معاه فترة، ثم في رئاسة هيئة الاستثمار، ثم هيئة الرقابة المالية. فالحقيقة لحد النهاردة أنا بعتقد أن مفيش حاجة الواحد بيتمنها في حياته قد أنه يشتغل في العمل العام. يعني مهما نجح في حياته الخاصة بيظل النجاح أو الأداء في العمل العام له قيمة وتجربة وحاجة الواحد يبقى فخور بيها طول عمره. اللي قصدته يمكن بالمعنى ده إن الواحد لما يترك الحكومة ويترك العمل العام مش معناه إنه بالضرورة ينقطع عن خدمة البلد، من خلال الاستشارة أحيانا، كتابة قوانين، إبداء الرأي، كتابة في الجرايد بالمناسبة هي نوع من الشراكة من العمل العام والعمل العام. لكن يظل العمل الحكومي ده يعني مفيش حاجة تساوي قدره في الإحساس إن الواحد عمل حاجة كويسة للبلد. بس حضرتك قلت عن العمل الحكومي أيضا إنه مش هو الطريق الوحيد لخدمة البلد. صحيح، وكنت أقصد ده زي ما يعني قلت لحضرتك بالكتابة، ممكن بإبداء الرأي، بالاستشارة، لكن كنت بقولها برضو الحقيقة من منظور اللي اشتغل في الحكومة بالفعل وشاعر إنه يقدر يستمر يأدي بوجوه أخرى. لكن في حاجة في العمل العام طبعا مرضية جدا. هل مثلا الاتصال بالجماهير وبالناس ومعرفتهم عن قرب واحتياجاتهم ومشاكلهم إلى آخره؟ في منها ده طبعا بالتأكيد. وأنا حتى في الفترة اللي كنت فيها في هيئة الاستثمار ما كانش تعاملي مقصور على كبار المستثمرين، كنا بنلف البلد كلها ونقابل جمعيات المستثمرين والمناطق الصناعية في الصعيد وفي وجه بحري وفي القناة. يعني كنا بنحاول نتبنى فكرة إن الاستثمار ده للجميع، وانه من سواق التاكسي اللي مشتري عربيه ده يعتبر مستثمر، للي فاتح كشك ده يعتبر مستثمر، للمناطق الصناعيه الناشئه، لكبار المستثمرين طبعا، للاجانب، كل ده. لكن بيظل يعني ما فيش حاجه مرضيه في الشغل قد ان الواحد يشعر انه عمل حاجه جيده للبلد. يعني مهما لما الواحد يقارنها بالنجاح في القطاع الخاص طبعا مرضي وظريف ويحقق منه دخله وحياته ومستقبل اولاده، لكن الإحساس بأداء الواجب العام في الحكومة شيء مختلف. طيب.